يلا شوفوا نشفت مية الدجاج. الدجاج نزل مية قلبتها لحد ما نشفت مرة. دحين بعد ما نشفت مية الدجاج راح ننزل عليها البصل. نقلب البصل لحد ما ياخذ تخميره خفيفه كمان. رشة ملح عشان تبذل الخضار ونقلب. نبغى الخضار تبذل كذا تاخذ حمصة خفيفة مع الدجاج يطلع طعمها أحلى وألذ. وننزل عليها بهاراتي، راح أنزل بهارات مشكلة وبديل الماجي نعزز طعم النكهة. فلفل اسود وملح بس، هذا اللي راح نزيدها اليوم ونقلب. اعطينا حمصه كمان مع البهارات، ودحين راح نضيف معجون طماطم. اللي يفرزنون معجون الطماطم هذه اللي انا ما دخلت مخي ولا جاب بالي اسويها ولا عجبتني الفكره، يعني هذه تتعب معنا، هذه تتعب تعصرين، بالعكس اسهل والله اسهل من يوم اطلع العلبه من الفريزر وافتحها واطلع مكعب واحطه. ما هي صعبه، مره ما هي صعبه لهالدرجه. وصلوا الحريم، لا اله الا الله. معليش تقطيع خضار، تفريز حشوه، تفريز عجينه، اما معجون طماطم هذه مره مغني مغتنعة سبحان الله فيها. ممكن غيري كل اللي رايه، بس انا هذه ماني مقتنعه فيها مره. افرزن معجون طماطم الحمد لله. انا اشوف اني اعصر كذا والله انها اسهل، والله اعصر كذا اسهل من يوم طلع العلبه وافتحها ونفرزن. هاي كنت سهل كذا اصلا معجون الطماطم وخلص بسرعه، ما كله كم طبخه يخلص. وبكذا جهزت حشوتنا، نكمل باقي صينيتنا. عندي هنا بطاطس مسلوقة، وعندي هنا باذنجان شويته بالقلاية الهوائية، وممكن تقرينه في الزيت ممكن في الفرن، لكن أنا اليوم حطيت هذه مسلوقة وهذه مشوية. بنبعد ونخفف شوية زيوت خصوصا في رمضان، ونهرسها مع بعض. ونهرسها مع بعض وننزل عليها صلصة رانش تقريبا ملعقتين كذا كبيرة، وطحينة زيها، ملح، فلفل أسود، بهارات الكاجون اختياري بس تعطي طعم رهيب، تغير الطعم مرة، وبغدونس. اختياري بس دحين نزلتها بالصينية، وراح ننزل عليها حشوة الدجاج اللي سويتها معاكم. الحشوة اللي تحت، الطبقة اللي تحت، البطاطس والباذنجان طعمة حتى لو لوحدها تنوكل، يعني فما بالك إذا خلصت الصينية كلها. جربوها لا تفوتكم، من جد طعمه لذيذة مرة. ونجي للطبقة الأخيرة
عندي قشطه وعليها ملعقتين جبنه وعليها كريمة طبخ. ونخفقها. ننزل عليها الصوص الابيض اللي سويته معاكم. وكذا صينيتنا جاهزه. بس نرش عليها جبن موزاريلا من فوق عشان يعطيها لون حلو في وقت التحمير. وندخلها الفرن من فوق وتحت. تتحمر ما راح تاخذ وقت، يمكن ربع ساعة 20 دقيقة خلاص تكون جاهزة. ونجرب صينيتنا. يا الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. واضح لكم المنظر؟ صينية لذيذة من الآخر. تبغونها كذا بالملعقة أو تبغينها مع خبز؟ يا سلام، شي لذيذ.